اكتيفيات تساعدك باش تحس روحك خير حتى في الصيف. في الصيف كنت ديما نتقلق بكل شيء على خاطر كل شيء يتبدل، الاوقات الكل تتبدل وتكثر الخارجات وتكثر معاها الماكله لبرا، ناكلوا اي شيء وزيد من غير وقت. الشيء اللي كان يخليني نحس روحي ثقيله وكرشي منفوخه. يا اخي جربت اكتيفيا، بعد ايامات حسيت روحي خير وكرشي ما عادش منفوخه. اكتيفيا ماهوش كي ياغورت العادي، على خاطر اكتيفيا هو الوحيد اللي فيه بيفيديوس ريغولاريس، خمائر طبيعيه تساعد على تسهيل الطبيعه في 15 يوم. توا مع اكتيفيا صيفي ولا ممتع اكثر. اكتيفيا كل يوم تحس روحك خير في 15 يوم حتى في الصيف.